واخر المعلومات، وهل اذا حصلت على تصريح او معلومات من المدرب الفرنسي وانطباعاته عندما وصل الى مقر النادي الاهلي بالجزيره في هذه اللحظات؟ محمد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، في البدايه اكيد بنرحب بيه المدير الفني مستر باتريس كارتيرون. واحد طبعا خلاص بقى ضمن القلعه الحمراء النادي الاهلي، عنده مهام خلال الفتره القادمه، لكن يمكن زي ما انت ذكرت محمد السيره الذاتيه لمستر باتريس، سواء كمان توليه نادي وادي دجله، النصر السعودي، ايضا كمان فريق مازيمبي والمحطه الافريقيه المهمه وحصوله على البطوله الافريقيه، يمكن ليه تاثير كبير جدا قبل ما يوصل هنا مستر باتريس مع جمهور النادي الاهلي من خلال التصريحات الماضيه، دفعوا لي الشرط الجزائي، اختياره للنادي الاهلي. الراجل يمكن عنده حلم كبير ان هو يحقق نتيجه ويحقق بطولات، يحقق امور عديده جدا مع النادي الاهلي، وزي ما بقول لك جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وايضا مجلس الاداره عندهم ثقه كبيره في مستر باتريس كارتيرون اللي زي ما بنقول بيقدم تنازلات في حب النادي الاهلي، وده اكيد طبعا هو النادي الاهلي الكل بيتمنى ان هو يعمل تحت قبه القلعه الحمراء. وصل بالفعل مستر باتريس في الساعه 8:10 بصحبه الكابتن سمير عدلي، ايضا كمان كان متواجد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. وقبل كمان وصول لمستر باتريس وصل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هنا لمقر النادي الاهلي بالجزيره، ليه طبعا الجلسه الخاصه للجنه الكره مع مستر باتريس. زي ما بقول لك محمد طبعا عنده امور عديده وعنده مهام كبيره جدا، سواء القائمه زي ما انت عارف، اللعيبه اللي عايزه تطلع اعارات وجاي لها بعض الامور، بعض اللعيبه طبعا اللي عندها اعارات خلال الفتره القادمه، عائده كمان من الاعارات، امور عديده جدا محمد طبعا انت عارف على مهام المدير الفني مستر باتريس. لكن زي ما بقول لك هو كان انطباعه الاول انبهار طبعا كالعاده بالنادي الاهلي، عارف النادي الاهلي وعارف لعيبه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، ودي يمكن هتسهل كتير جدا مع الامور الفنيه والامور النفسيه. الراجل يمكن بيجيد الامور الفنيه، بيلعب بكل الطرق 4-4-2 4-3-2 1 4-3-3، معاه قماشه مميزه جدا طبعا بغض النظر، وكل الاحترام لفريق وادي دجله، لكن معاه قماشه مميزه جدا من لعيبه النادي الاهلي، لعيبه على اعلى مستوى ان شاء الله يقدر يصنع بيهم الفارق ويصحح المسار في البطوله الافريقيه. في هذه اللحظات زميلي محمد يمكن مستر باتريس وصل بالفعل الى مقر النادي الاهلي بالجزيره، تواجد في مكتب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي لمده ربع ساعه، ومنها الى مكتب مجلس الاداره مجتمع مع لجنه الكوره، الكابتن بيبو، الكابتن عبد الزيد عبد الشافي، الكابتن علاء عبد الصادق، لجنه الكوره مجتمع طبعا مع مستر باتريس، امور عديده زي ما بنقول، بعض النقاشات اللي هتكون النهارده لسه طبعا يمكن ما دخلش في مود الشغل بلغه الكوره، لكن ايضا كمان زي ما بقول لك امور كثيره، مهام كثيره جدا على مستر باتريس. جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا بالحصول البطوله الافريقيه ان شاء الله مع مستر باتريس، وزي ما بقول لك السي في لمستر كارتيرون هو اللي يمكن مبشر جدا للنادي الاهلي ومبشر لجماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، وزي ما بقول لك كمان في رضا وفي راحه كبيره جدا هنا داخل النادي الاهلي لوصول المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. اكيد زي ما بقول لك طبعا هنكون مستمرين معاكم تغطيتنا الخاصه هنا لمقر النادي الاهلي بالجزيره ومستر باتريس كارتيرون اللي هيكون في خلال لحظات في المران الخاص على ملعب مختار التتش. لسه كمان هيكون لنا لقاء هام جدا مع مستر باتريس كارتيرون، بس احنا طبعا منتظرينه ان يخرج من لجنه الكره والاجتماع الخاص بلجنه الكره، هنحاول طبعا ان احنا نساله اسئله عديده جدا، نشوف الامور الخاصه بالتعاقد، كيف تم التعاقد، الحلم الافريقي مع النادي الاهلي، ايضا كمان عارف اللعيبه ازاي قادر ان هو يكون فكر كبير عن لعيبه النادي الاهلي من خلال تواجده في الولايه الاولى طبعا لوادي دجله، امور كثيره جدا ان شاء الله انتظرونا كده محمد، ويكون معانا لقاء هام جدا مع مستر باتريس. ولو في اي استفسار يا محمد اتفضل. كريم، انا كنت عايز اسالك برضو، هل وصلت الى معلومات تتعلق بالتعاقد؟ يمكن عارفين احنا تعاقد لمدة موسمين مع النادي الاهلي، لكن وكيل اعماله هل في معلومات قالها لك؟ هل اتكلمت مع المدير الفني الفرنسي كارتيرون عن انطباعه اول ما دخل الى النادي الاهلي؟ ايضا اجتماع لجنة الكورة من اللي حضره؟ هل كابتن محمد يوسف افراد باقي الجهاز المعاون متواجدين؟ هل مدرب الحراس هيكون متواجد في هذه الجلسة؟ هيكون متواجد في تدريب النهاردة؟ هل سيتم الاعلان عن باقي التشكيل في تدريب اليوم؟ المؤتمر الصحفي متى وموعد هذا المؤتمر خلال الساعات القادمة؟ أم هناك مؤتمر صحفي سيتم اليوم عقب لجنة الكرة وقبل بداية التدريب؟ كل هذه المعلومات يمكن هل عندك لديك أي تفاصيل بالنسبة لها؟
اكيد طبعا زميلي محمد، انا عارف ان كل جمهور النادي الاهلي منتظره طبعا لكل المعلومات هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، لكن زي ما بقول لك يمكن الانطباع الاول لمستر باتريس الانبهار كالعاده للنادي الاهلي، وزي ما بقول لك كمان بعد اجتماع لجنه الكره هيكون لنا لقاء هام جدا مع مستر باتريس، لسه كمان حابين ان احنا نعرف الاجتماع ايه اللي تم فيه، كمان موضوع حراس المرمى او مدرب حراس المرمى الجديد كيف سيكون الاختيار، في اسماء عديده مطروحه، لسه امور كثيره جدا طبعا في خلال لحظات. بوعدك ان هيكون معانا اخبار عديده ويكون معانا لقاء هام وخاص جدا مع مستر باتريس اللي اكيد حابب يتكلم وحابب يشرح لكل جمهور النادي الاهلي الاصرار اللي عنده رغبته الكبيره، الراجل اللي كان ليه اكتر من تصريح ان هو قال انا هبذل كل ما استطيع حتى الموت للنادي الاهلي ولتحقيق عدد كبير جدا مع بطولات النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي. زي ما بقول لك احنا في انتظاره طبعا ان يخرج من غرفه طبعا الخاصه به لجنه الكره واجتماع لجنه الكره، وباكد لك كمان لجنه الكره والاجتماع المتواجد الكابتن محمود الخطيب، الكابتن علاء عبد الصادي، الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان متواجدين، لكن مش موجودين طبعا في المكتب الخاص بهذا الاجتماع. زي ما بقول لك زميلي محمد لسه خلال لحظات ان شاء الله يكون معانا لقاء هام ويكون معانا تصريحات عديده لمستر باتريس، لان عارف ان جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي عايزين يعرفوا كل الامور الخاصه به المدير الفني القادم للنادي الاهلي. طيب كريم، ما لمسته وانطباع اعضاء النادي الاهلي فور وصول لكارتيرو الى مقر النادي الاهلي بالجزيره؟ يمكن هو وصل بعد الفطار بحوالي ساعه، فانطباع اعضاء النادي والناس استقبلته ازاي في النادي اول ما دخل مقر النادي؟ اكيد استقبال كعاده اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وخاصه مستر باتريس، يمكن زي ما بقول لك مستر باتريس ساب رصيد كبير جدا قبل ما يتواجد هنا مقر النادي الاهلي بالجزيره، دفعوا ليه الشرط الجزائي، التنازل ايضا كمان عن ان يكون معاه مدرب مساعد ومدرب مخطط ليه الاحمال فقط لغير، امور عديده جدا يمكن استقبلها هنا اعضاء الجمعيه العموميه بشيء من السعاده. الاستقبال كان مميز من اعضاء النادي الاهلي، النادي الاهلي عارفينه، يمكن الاعضاء كمان عارفين مستر باتريس، وانت عارف النادي الاهلي اي مدير فني بيكون في الصوره الناس بتخش وبتدور وبتسال، الراجل يمكن ليه سيره ذاتيه كويسه جدا زي ما بقول لك ان شاء الله تكون مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وباكد لك كمان ان السعاده لم تاتي من فراغ، تاتي من التنازل الكبير والرغبه والاصرار الشديد ان يكون مستر باتريس متواجد في النادي الاهلي. اكيد يا محمد زي ما بقول لك اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره منتظرين منه الكثير بجانب لاعبي النادي الاهلي اللي ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ويصححوا المسار في البطوله الافريقيه، اكيد البطوله الافريقيه هي الاهم، تصحيح المسار هو الاهم. مستر باتريس اكيد يمكن ايام قليله والوقت قليل، لكن زي ما بقول لك يوم بعد يوم، والكابتن محمد يوسف كمان اللي بيحاول ان هو يعد الفريق خلال الفتره الماضيه عشان يكون مستر باتريس ياخد الفريق جاهز، ما يبقاش الامور يعني اللعيبه ما تبقاش ايضا مريحه بشكل كبير جدا. بقول لك امور عديده وامور خاصه جدا في خلال لحظات زميلي محمد، ان شاء الله منتظرين الخروج لمستر باتريس عشان يكون معانا لقاء هام جدا هنشرح فيه كل الامور الخاصه والتساؤلات الخاصه لجمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، اطلعنا على تفاصيل عديده جدا ولحظه وصول المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرو الى مقر النادي الاهلي بالجزيره والاجتماع مع الكابتن محمود الخطيب في اولى الخطوات لقياده فريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا.